علماء وشخصيات من تاريخ الأهواز. الجزء التاسع: أبو نواس، الحسن، ابن هاني، المذحجي الأهوازي. ولد أبو نواس في الأهواز عام 145 وتوفى عام 198 للهجرة في بغداد. يعد أبو نواس من أشهر شعراء عصر الدولة العباسية ومن كبار شعراء شعر الثورة التجديدية. توفى والده فانتقلت به أمه من الأهواز إلى البصرة في العراق وهو في السادسة من عمره، وعندما أيفع وجهته إلى العمل في حانوت عطار، وحين آلت الخلافة إلى بني العباس انتقل من البصرة إلى الكوفة. في مدينة الكوفة التقى ولبة ابن الحباب الأسدي الكوفي، أحد الشعراء اللامعين في ميدان الخلاعة والتهتك، فاعتنى به إذ عمل على تأديبه وتخريجه، وصحب جماعة من الشعراء الماجنين كمطيع بن إياس وحماد عجرد. ثم انتقل إلى بادية بني أسد فأقام فيهم سنة كاملة آخذاً اللغة من منابعها الأصيلة، ثم عاد إلى البصرة وتلقى العلم على يد علماء الأدب والشعر، من أبرزهم خلف الأحمر، فأخذ عنه كثيراً من علمه وأدبه، وكان له تأثير ثقافي كبير، حتى أنه لم يسمح له بقول الشعر حتى يحفظ جملة صالحة من أشعار العرب. لم يقتصر طلبه العلمي على الشعر والأدب، بل كان يدرس الفقه والحديث والتفسير، حتى قال فيه ابن المعتز في كتابه طبقات الشعراء: كان أبو نواس عالماً فقيهاً عارفاً بالأحكام والفتاوي، بصيراً بالاختلاف، صاحب حفظ ونظر ومعرفة بطرق الحديث، يعرف محكم القرآن ومتشابهه وناسخه ومنسوخه. عمد أبو نواس إلى لغة التخاطب وأساليبه للحط من كلاسيكية الأساليب العربية القديمة، وأخيراً عمد إلى النقد المباشر فهزاء بالوقوف على الأطلال وبكاء الأحبة، ورأى أن الخمر أجدر بالبكاء من الجية في البالية، وأن مجالس الشراب أجدر بأن توصف من الرسوم الدارسة التي تنسج الرياح رمالها. حياة أبي نواس وشعره الغزلي متلاصقان ممتزجان، وما غزله إلا عبارة عن اندفاعه وراء الحياة، وقد أراد أن يحيا حياة مليئة كاملة، حياة المتعة والسعة، تلك الحياة الحرة في تنوعها وخصبها، فنادم العظماء ورافق الشطار وعاشر الخمارين، وتقلب مع كل حال مقتنصا الفرص للهو والمجون والمرح. وقد تبع الجمال حيثما رآه تتبعه بنهم معرض عن كل جمود أو تقليد، وبذائقة مرهفة أراد أن يكون ذلك جهرا في غير تستر، بل أحب الافتضاح والتهتك. وكان أبو نواس مغرما باستيفاء اللذة واستقصاء المتعة، وقد نظر إلى تعدد أبوابهما وإذا به يجدهما في الخمر والنساء والغلمان. أبو نواس شاعر الخمر، والخمر عروس شعره الحقيقية، وفيها تجلت عبقريته المتجددة التي رفعته فوق السابقين واللاحقين، فكان من أشهر من قالوا فيها، وقد جعل لها في الأدب العربي بابا مستقلا كاملا، يتجلى لنا أن أبا نواس رجل تفكير يدلي بآرائه في صراحة وجرأة، ورجل نقاش وجدل يتسلح بسلاح الأئمة لكي يبرر موقفه الشاذ من الحياة، ويقرع الحجة بالحجة في لباقة ومهارة لكي يبدو لجماهير الشعب أنه لا يسير في طريق الضلال، فيخفي تحت ستار الجدل تلك الميول الجامحة التي تخضع العقل لمنطقها، وإن كان العقل يؤمن بالله ويتنكر في أعماقه لأعمال الشذوذ الإنساني التي يغرق في عبابها الإنسان العاقل. مدحه: تقليدي متين الطريقة رائع الأسلوب. لقد نظم أبو نواس في المدح على عادة الأقدمين، واضطر إلى مجاراتهم في اختيار البحور الجليلة ولزوم جانب الترصن والافتتاح بالغزل ووصف الإبل، وما ذلك إلا لإرضاء ذوي السلطان وللتقرب منهم. وقد برع أبو نواس في هذا الشعر التقليدي براعة كبرى. لقد كان أبو نواس يمثل جمال الشعر العربي في الأهواز في الفترة التي عاش فيها، مع ما سكن بغداد حتى رحل عن الدنيا، إلا أن صفة الأهواز لازمته نسبة إلى موطن ولادته الأهواز، ومن هنا كان شعر أبي نواس يمثل الشعر العربي في موطنه الأهواز أيضا. منسي أبو نواس في الأهواز لم نجد له تمثال ولا شارع ولا مكتبة تحمل اسمه.